احتكار المواد الغذائية والمضاربة في الأسعار، مصطلحات لم تعد غريبة عن الشارع التونسي، تثيرها أزمة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وندرتها في الأسواق. الاحتكار والمضاربة ولينا في تونس العبيد كل تفهم فيهم بالقدي بالقدي، اللي قاري واللي مش قاري والجاه والعبيد الكل صغار وكبار اللي تحكي لهم يقول لك كي في تونس السوفي يتكلموا على برودوي على منتوج سي من غدو ما عاش تلقاه ولا تلقاه بالسرقة يبيعوا فيه بالسرقة وبالدوبل متاع السوم اللي هو عاملين به في البلاد. أرقام وزارة التجارة تكشف عن تحرير قرابة 10,000 مخالفة اقتصادية وحجز لما يفوق 600 طن من الفواكه والخضار و200 طن من مشتقات الحبوب المدعمة و800 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، حصيلة مرتفعة في النصف الأول لشهر رمضان مقارنة بالسنوات الماضية تؤكد نجاح عمل مصالح الرقابة الاقتصادية ودور قاعة العمليات المركزية. بالنسبة للأسعار كذلك هذه شكايات يعني تدخلات عادية، ولكن هنالك شكايات أخرى متعلقة بالاحتكار وغيرها من تعام يكون فما يعني لاسيستانس لاكومبانيمون والمعاضدة الفورية بالنسبة للفريق حتى يتم التمكن من رفع والتصدي الفوري للعمليات الاحتكارية قبل وقوعها أو في الأثناء. نسق مرتفع للأسعار تعيد مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتحكم فيه لكسر معدل تضخم بلغ 10.3% في شهر مارس أذار الماضي حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء. ما زلنا مواصلين في مجهوداتنا باش نزيدوا نتحكموا اكثر في نسق الاسعار هذا لمواصله كسر المنحه التصاعدي نتاع التضخم اللي منذ تقريبا معنا 19 من شهر خذا منحه تصاعدي، اليوم فما معنا انفراج نسبي ان شاء الله باش يزيد يتعزز اكثر الفتره القادمه بما باش يزيد يدعم اكثر القدره الشرائيه للمواطن. ومع الحملات الرقابيه لمقاومه الغلاء والاحتكار تستقطب اسواق البيع من المنتج للمستهلك التونسيين وتساهم في خفض الأسعار، لكنها لا تجد حلولاً لغياب بعض المواد الاستهلاكية. غياب السلع الاستهلاكية وغلاء أسعارها قبل أيام عن عيد الفطر ظاهرة تتواصل في الأسواق التونسية، تلقي السلطات مسؤوليتها على شبكات التوزيع، لكن المختصين يحذرون من مخاطر تعويم مسألة ندرة السلع وحصرها في الاحتكار. إينيس فرادي، اليوم تونس.